لم يأتي يوم من الأيام بأن أخذ الإطار التنسيقي وقواه بما تريده المرجعية الدينية. حتى القانون الذي نادت به المرجعية نادت به منذ زمن بعيد، يعني منذ 10 سنوات بتغيير القانون وإنصاف العراقيين واحترام أصواتهم بشكل حقيقي وفعلي، ما جعل الإطار التنسيقي قواه دولة القانون بدر الصادقون وغيرها تنزل وتنحني للعاصفة وتغير قانون الانتخابات، هو وجود حكومة مثل حكومة الكاظمي ووجود تيار شعبي مثل تيار تشرين، هذا الذي أخضعهم وجعلهم يعبرون للمرحلة المقبلة بقانون غير الذي يريدون. لم ينصاعوا للمرجعية الدينية ولا مرة واحدة، دعتهم إلى عدم جعل الحشد الشعبي ميليشيات، وها هو الحشد الشعبي أمامك الآن تتنازعه فصائل وميليشيات، ودعتهم إلى أن يكون هنالك قانون عادل، فلم ينصاعوا، وإنما الظروف هي التي جعلتهم ينصاعون. الآن أيضا سوف يمضون لأنهم يعتقدون بأن حتى المرجعية عندما تشكل خطرا وجوديا على وجودهم وممكن أنه تفتتهم وبالتالي يحاسبون قانونيا، أيضا سوف يضربون رأي المرجعية وموقفها ولن يتوانوا حتى عن تفسير وتأويل آراها بشكل لصالحهم على خلاف خصوم.